يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في اليمين الغموس وهل لها كفارة؟ اليمين الغموس أن يحلف على أمر الماض كاذبا متعمدا، هذا اليمين الغموس، أن يحلف على أمر الماض كاذبا متعمدا، هذه اليمين الغموس. نعم. وهل لها كفارة؟ كفارتها التوبة، ليس لها كفارة بمعنى الإطعام أو القصوى أو الصيام، لا، كفارتها الاستغفار والتوبة. نعم.